الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ودرس جن إلا بعد كم إذا دروس كتاب كعقيدة كل مسلم. تانا درس عصوب إلى بين وحن صحيا آيات درس هوريكو تشيرتي وقول الله تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وشلي سخل دنين وآخرين. درس جينا ما أنت وحك بلا ميا سؤال شلبات وحر الشيخ رحمه الله تعالى كيف نعبد الله تعالى سدين إلهي وعابدين قرني إن إلهي سبحانه وتعالى وإنه أبوري إن نعابدنا سدين إلهي وعابدين. وحول الشيخ سؤال شاك الجوابية كما أمرنا الله إن نعبد الله إلهي بين عابدين كما أمرنا الله بين عابدين سد إلهي إن نفري ورسوله رسول كيس السد إن نفري مع الإخلاص إذا طال لصعته إن عبادته إلهي سبحانه وتعالى درادي أن وصم إنه ابتغاء وجه الله إلهي وجهي سينك ورادرين. وسؤال مهم إنه غفك أقاده وبرته سيد إلهي سبحانه وتعالى وعابد إياه مصيد عقلي سيارك تدي سايلتها يبو عابد إياه إيساق الله قروح بدناته سعباده وحايله دهي وضل الله مارو يقاعده كسعته. جوابت وحوية عبادة قف وليبا سيدة وضانه إلهي سبحانه وتعالى وما عابد إياه سيدة علمته إلى هذا عبادة وتوقيفي وتوقيفي وحلوقة شيدا عبادة أنو إلهي تشيدين رسولكنا عليه الصلاة والسلام أنو تشيدين قفنا ما تشيدين كره وكرسولك عليه الصلاة والسلام يروا إياكم ومحدثات الأمور وحيابها إلهي اللي قد دوانيو الدين تان كم يدعين الغصوة الدري سكيل عليا مركا لو كرسولك عليه الصلاة والسلام يروا الشر الأمور محدثاتها الرماها هي أفعاش هي أحواش وحاو شر بدن وحيابها عن دين تكمي دهين يهدنا الدين لقد قاي دوتك غاركو ده إليهين إلهي بانكو عابد إنا ونكو دوانينا مركا لرسولك عليه الصلاة والسلام يحرسكو إنو قد قاي إنا ينو إنو عبادة شدي سنو أما قاب كينو إلهي وعابد إنو إنا ينو إنو اسكس ما يسنو وإياكم ومحدثات الأمور إسكايل آلية وحيابها للسو الدري مركا عبادة اللفتي دوائن التهاي مد مشروع حاند إلهي كعابي إسا قولي فعل مد قلبي مد عرب مد حبنو صنيان وإن دليل الله يواصل كيد سيدا سوى كالقاب كد عبادة نبودني سيميك سلاة بين التكنة سلاة دا سي بين التكنة سيدا سوى سيد اللي نوتشي دي رسولك وانتو التكدة ويوري صلوا كما رأيتموني وصلي سيدا الدين كبد دلو ما نقول إيسا عباده إلهي نور دويسا وحي نقول إيسا وحي نقول إيسا بلاو نيو لسو دريني وحي نقول إيسا قبلين أي نقول إيسا صوم كيب الله ميدا واختموا بلا ما صوم كو واختموا لما دا سيدا سوكلا وحياباها غير كود بالا إنقا ممنوعين تاينو صومني وحياب بدنا ولينو قلي ولينو فصح وين وضد سرعة إنك وحسك ما سمعي سنكرنا سكدوا الله ميت حولان إلهي سككوا أتمنى وكم أتمنى كرنا قدركوا إلهي يري حولها سوى أتبوك يمد أنا هين إنك وكم أتمنى كرنا عد بالين يري سكدا سيء ما بدلي كرنا إنك وعد كلا سكدي ما سين كرنا حجكو وصدا سو كلا ما شاء الله دورين تلا سكت تقلما أوران كرو هل كان سألو حجي كونفور أفريكان حجو دونتي أما باكستان لما أوران كرو ميال قارو اللو حجيو أي لينو أستيو لينو علامدي حجكي عمردو ميال لغا حرامتو لغا حرد أي لين وحيابا قاربا لسمينيا ميالا قاربا لغو سمينيا واختيا قاربا لسمينيا قاب قاربا لغو سمينيا وحيو كما بدلين أي نو
الدوم إلهي بيننا هاي إله قرآن عابدينا سدو إلهي تشيدية وشرعية أيان الله سبحانه وتعالى وعابدينا كما أمرنا الله ورسوله نبي محمد بإلهي كوري فاستقم كما أمرت ومن تاب معك سادون تأذق أتوسنو وده دون السنة مر لمورن سيد اللقو أمري أتوسنو أديك يددك إسلامي أديك أتباعك كم يضغضي أكو راعي مركا عبادة دا نوع عيدة غاب كيدة تيرد عيدة ماشا اللقو سمين أيو وقتك الله سمين أيو انتبا وين شرع هذا الله نقول انت مدنا لو ما حدد كرو اذا شرع هذا انا احددين اخلاص كن وين عباد الله دراد دي اين غوت او عيد كلا لو سمين اين ريا وين كمرنت هاي استسنمو ريا وح كلا ما هو قفكو وعبادته انه قرحيه ام زياديه او دهريت صلاحان عيد اركيسا اوجيد سعيد سوا مانتو أما عدة أساسا ولا دعوة. بحاول دليل عباد وين إخلاص وباهن طاين إلى درادي الله سبحانه. والشرك هي الرياء استوسني والله هذا باي كم داتو. الدليل من القرآن بقول الشيخ والدليل كقرآن ككم إذا سيدا توسني يا. وقول كإلهي ولي وما أمروا لمفرين إلا ليعبدوا الله إلهين عابدان وياني. مخلصين حالين كو إلهي أبر احتريا وقاريا ليا. الدين العبادة. عبادة وحو قوم مهمسن وقو فرلسن وقو واتبسن وقو وين أدومها الأمري والتوحيد والإخلاص إن إلهي عابدان عبادة سنة إن إخلاص نقطه إلهي دراد دين نقطه بحاو الدليل إن واتبتاي إلهي إن لو عابدو سي إلهي إن لو تشيدي صار رسولك عليه الصلاة والسلام إن وتلمامي الدليل من الحديث بور الشيخ وحارن كاو الدليل وحديث النبي كم يدا قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل قفك السمية عملا عمل عمل كاسو ليس نهين عليه دوشيس أمرنا أي ديننا والدليلنا دين تيدي الدليل كيغو فهو عمل كاسي رد أي مردود عليه ولقوا علينا يا والله أقبل ما أي مردود رواه مسلم وحديث عائشة ومسلم وكوريي صحيح إيسا عمل كوسك استاكو لا قروح بدنا هذا نفتاده هج على عطو مردان وافق سنين شريعة دي إلى سبحانه وتعالى نبي محمد وكسو دتشيي أنا كوافق سنين نوع عيسى أما تيرديسا أما قاب كلو سمينيا ماشاء الله سمينيا وقت الله سمينيا وارمها سيادو قاعد سكتي دي ستي لقى قبل ماي أدوك السيدة هذا بمتهيد مشرع من وحكي دين يسوع شرعيني واجب كاقو أين أندقوت عابد متبعة إذ الله سبحانه وتعالى عابدية سيد إلهي وعابدية كقدين يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام سؤال صدحات حول الشيخ هل نعبد مع عابدين الله إلهي خوفا بقى إلهي أنه كبقرين أوقي معابدين والنار تيسي عقاب كيسا أنه كبقرين وطمعا إيو دمع يدونس أنه دون إنه إلهي تشنديس يرى لها شيء سمو عابدين أنا لماذا نعبد الله حين الله سبحانه وتعالى إنه عابدين نعبده محبة وتعظيما شعيل إلهي نقبنه يوينين إلهي نوينين إنه إلهي عابدين عبادة لبضع الرموت بأسلوة وأركانوة لبضع الرموت النتيجة دواء محي محبة النتيجة دواء الرجاء وين دي لاي رالي هانشيسا ايو نعيم كيسا ادرتشيسو تعظيم كي وينين تا اله اد وينين سرع نتيجة دي سيا مريهيسو والخوف من غضبه وعقابه وين اتكبقت اله سبحانه وتعالى عرديسا اي عقاب كيسا برقال شيخ وحوري نعم ها نعبد اله وين عابدين خوفا بقاين عرديس اي عذاب كيسا كبقرين او قبين عابدين وطمعا رجاين كقبنو الى ارالي عشيسا اي تشنديسا اي عابدين مسألة دنوا مسألة مهمة حانو شيخو كياني تدك غير كود با وحي راهدان اللهم لا نعبدك رجاء لجنتك وخوفا من عذابك
ولكننا نعبدك محبة فيك إلى كو عبود ما إنه دوني سانو جنادا دونينو يا بقاء أنو نار تذاك بقرين وحقول أنو كو عبودين وين أنو كتشعل هايون أرنت نوع عاسين وامد خلدوي وتشعيلك يا بقاء يا رجدا أي أوقاتين إن يهي وحكر مدح بنان وشقاريس كل هاي سينو شاقنينا قفك إلهي سبحانه وتعالى تعالي إلهي النعيم كيسا وشندا كود دياريي إلهي بكرتشيه دمع بانك كتيرة وثمرة ونتيجة المحبة تعالك دي الله تعالى سبحانه وتعالى نتيجة سي مليه سايتا سي كمتا ساسو كالقفك إلهي سبحانه وتعالى وينين يا سيدنا وينين يا إلهي وكبقى بقرة ما يسترن إلهي عذاب كيسا يا نار تيسا وكبقى واتكلائه وحيوقاتين ضدك السيد عليه شندو إنا التهايون وبياش على نوشة جي جدها قصور تي جريها ماشاة شندو على هذا كويالا شندو إنا إنتهى تعب وقاتل ولهذا بين لي أنا وين تام بدون إني بوجد ده ما بهابا جدها هي جريها هي وبيدها هي دمر كايو وحالك على وش هاي إنتهى شندو وقاتل نارتنا اللي كبق ما إننا وحي وقاتل جحيم كميشا سيال عذاب كي جبشدة إيه دباتها ميشا ستة الله قرة إيه شراب كلو جبنا إيه يعنتها من دعيرها ترتشريسا تاسع نارتين أوقاته تاسين هو مفهوم خلدن ويكفهمين شندا إيه نارته وحيابها لينوش يجي جيدها جريها وحلا عنا إيه وحلا عبو وبيال وحتى شندا دحيه يالا يقروح له بدن معان النفط هذا كايوش عش هاي شنده وحكم يدوي لكن شنده هو يني ويناد إلى سبحانه وتعالى وتشجي صادركته هذا أعظم النعيم في الآخرة نعمة آخرة تالي هو يني وتاس وأنا من الجنة نعيم كأهل الجنة وإهليان وبنعيم كويم مركي شنده الكلام بو إلى الله عند أهل الجنة كصورنا يا أهل الجنة هل تريدون الشيء نزيدكم؟ هل الجنة مدوني ساوحا ندين كوريان يدين زيادية؟ ركال صوحا ورانيا وإله يوم حان وحرين ألم تدخلنا الجنة؟ ميانا تشندين دقلين ألم تنجينا من النار؟ نار تميانا نقبت بادين ألم تبيض وجوهنا؟ وشيذا ميانا عدين وقروح بدون الرولي ميانا تكدقين ركال صوحا إلهي سبحانه وتعالى داها يحجابك ويساقق قاضية أرنت أسوح إنه قال سيد الرسول عليه الصلاة والسلام نعمة أوين تشنّد كم إذا أهل الجنة وأهلان ولهذا الرسول كان عليه الصلاة والسلام يحورن تري دعائي سكم إذا وأسألك لذة النظر إلى وجهك إلى وحم كويدي سنة يا معانك أي لا ضعي أجمدا يا ركت وجهك أجانرك حاك لا دين ويجرم عذابك أوين أهل النار كهيستا ما هجوا بالشدة راشين كحون شراب كحون جحيم كي كديت كالك يا لقرا عذاب كأوين هايستا وأن حجبوا من رؤية الله إلى هين أركان حجابي استلقى حجابي والنعيم كأوين هنا كقدر ولهذا بقى إلهي سبحانه وتعالى ويري مروك ورميي وقال دعا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إلهي سبحانه وتعالى ولقى حجابي ورب سبحانه وتعالى أركي مايا مركا شندنا إليهين شعيل ومقابنو سيدا يقاتين ما أركتدا إلهي سبحانه وتعالى يا شندا وين نارتنا إليهين كبقان ما إننا سيدا يقاتين ما هي إلهي إني أركي ويان ولقى حجابه أي أوين محاو الدليلة إن إلهي سبحانه وتعالى وعابد إنه بقاين وعدد سي عذاب كيس كبقاينو يا رجاء يا ضمع انه كلنا هاي الى نعيم كيس يرى لي انشيس وحود للمر الشيخ الدليل من القران وقول الله تعالى الى هؤلاء وادعوه الى عابدا خوفا بقات كبقيسان عذاب كيس يا عدد
وطمعا إيه رجاد رجيري سان واتعشهين إلى سبحانه وتعالى رالي أنشيسا ينعيم كيس شيخ هذا وفصل وحده خوفا من ناره بقاد نار تسكب بقان السنة وقد الله يعابده وطمعا في جنته إيه رجاد رجين سان ودمع سنتهين إلى جنته سا إن أتقشار إلى كتاب كيس وحو كشاقي أنبياء إيه الرسول شهدتك كود رجس الرياء إن إلهي يعبد الشرين خوفا من غضبه وعقابه وطمعا في رضاه وجنته. قال الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين كو خير كودك دقبهاين كو إلهي يعبد بهاين حي إلهي يعبد الشرين رغبا أي طمعا في جنته دمع دمع سين شندي سين الجلاني كبوليستان يتعايل أرنتها وقبال ورهبا أي خوفا من غضبه وعقابه بقاي كبقي إلهي على ديسا هي عقاب كيس مركلوك إلهي سبحانه وتعالى لنبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم الضوما هي واحد أشياء كتاب قوة أرنتها نبي محمد سيأي رتشدود ومتصر ريسا ونقطه anigu inaan ahay mid dambi dhaafis badan oo raxmad ballaadhan oo khalqigiisa ugu deeqo ku sifaysan wa si ay rajadoodu mid sareysa u noqoto marnaba aanay u quusan si ay u baqaan oo aanay isu dhigan waxaad u sheegtaa inuu cadaabkaygu yahay cadaab cidda uu ku habsado xanuujiya marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu caabudaynaa jacayl aynu jecelnahay iyo weyneyn aynu weyneynayno جعيلك النتيجة دي سنة وإن هذا الرجيسو عدة تعيش هاي فضلقيس وإن أنت النتيجة دي مده يدونه وعدة وينين سينة كبقاته إن وكوع عراضه أما عذاب كيس عقاب كيس إنه كبراه المحبة والتعظيم وأركان العبادة عبادة الله بدأ سيأي كم قين عبادة مواهبة سكستا دادو تكتو iyadoo qalbigaaga aanu ku jirin jacayl ilaahay jacaysha iyo weynayn ilaahay weynaynaysa salaadadu cibaado noqon mayso tiirarkeedii baa maqan sida dhismaha aanu u taagnaanahay hadii tiirarkan la jajabiyo la burburiyo ama ay maqnaadaan ayaan acmaashaad iyo aqwaashaad uraanay cibaado u noqonayn hadii jacaylka ilaahay iyo weynaynta ilaahay qalbigaagu ka maran yahay su'aasha afraad sheekhu wuxuu yiri ma huwa al-ihsaan fi al-ibada ما هو وام حياة الإحسان إحسان كالله سمعيه في العبادة عبادة الحديدة سيدنا أقنا هاي إحسان كوا مرتبة أصر رئيسة مراتب الدين دين الإسلام وصدح مرتبة الإسلام الإيمان يا الإحسان سا صار وكلا سريان مركوا الرئيسة قفكو إسلام نمد وصوق على مسلم ونقضى إسلام نمد إيسا سيحو قيسته ومرتبة الإيمان بقاره إيمان كيسا سيحو قيستو حو قارا مرتبة الإحسان بقارا مركا مرتبة الإحسان وامحي مرتبة الإحسان وحوية وعبادة الله سبحانه وتعالى على وجه الكمال والتمام وإن إلهي اللو عابدو سي لما يستران يعني عبادو آن نقصان كتيرين وكاملة حق قلبي يكر لما يستران حق حبناها عبادة سيلو قفو لنا ينا ساسو كالاكا لما يستران مركا إحسان كونو عبادي هادا سواش واحد كساب سنتهاي الإحسان في العبادة ومح وانا النوع إحسان كأقوم مهم سن إن عبادة الدونك إلهي وعبوديو نحن إذا إنو سمايو إحسان تامعنا إذا ومح تامعنا إذا وحويان واستحضار القلب والإقبال على الله على وجه الكمال والتمام في العبادة ومركاد عبادة سريس قلبي قاقو إنو حاضر ياهي وعبادة مت سماين أيها وصيرنا ما يسترانو سماين أيها ونقض إلا هلك كبادة لقى عبادة استوى قلبي قاقو وقلبي قاقو صيرنا ما يستران إلهي وقابله صلاة تصالة وصلاة قادة الله أكبر باتولى صلاة دي بعد قرش داتكو صلاة دا نحن إحسان كأي سمعيان وكلبدي وحانا كلبدنا شيء سو كرنا لنا يا
sida qalbigoodu u soo xaadiro salaada dhexdeeda qalbigu salaada uu ugu koobmo ee waxyaabaha kale salaada ka baxsan oo dhan arrimaha adduunye kuwa diineedba uu uga yimaado uga soo jeesto iyo sida qalbigoodu u khushuucsan yahay ee ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ugu jeestee u qaabilo saasay u kala ixsaan badayn marka hada huwa alixsaanu fi salaa alixsaanu fi salaa waalkhushuucu fiha salaada dhexeeda inuu khushuuco qalbigiisu salaada dhexeeda uu joogo oo marba wuxuu akhrinayo macnihiisa uu fiirsanayo ka fikirayo wuxuu samaynayana saasoo kale qalbigiisu isagoo xusuusan u samaynayo si dhammaystirana qalbigiisu xagga ilaahi subxaana wa tacaala uu ugu jeedo cibaadaadkii kalena taasun baa loo qiyaas qaadanaya sheekhu wuxuu uhi isagoo su-aasha ka jawaabaya ma huwa alixsaan fi lcibaada alixsaanu fi lcibaada waa muraaqabatu llah waa ilaahay in la muraaqabayo waxdahu xaalo kalid uu yahay alladii allahaasoo yaraana allahaasoo ina arka la muraaqabayo macnaheedu waa maxay waa inaadoo cibaadadii ku jira aada dareensan tahay qalbigaaga ay ku jirto ood xusuusan tahay cibaadada markaad ku jirta ilahay inuu ku arkayo oo xaalkaaga aanu ilaahay ka qarsoonayn waxaad leedahay oo dhan midaad kor u qaadiyo midaad hoos u dhigtaba ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku maqlayo waxaad ku ahmiyeysa aad ku fikirayso cibaadada dhexdeeda ilaahay subxaana wa tacaala inuu og yahay oo ilaahay aanu ka qarsoonayn allah subxaana wa tacaala ku arka marnaba meel kastoo aad gashaba aanad ka qarsoomahayn maxaa u daliila daliilka qur-aanka ee sidaa tusinaya waxa weeye qowlka ilaahay uu yidhi ina allaha kaana calaykum raqiiba oo aayadda u horeysa suuratu nisaa yaa ayuha annaasu taquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida وخalqa minha zawjaha وbaثa minhuma rijaala kaثiira wالnisaa واtaquu اllaha aladii tasaءaluuna bihi wاlarxaam ilaahay addoomaha wuxuu faray bitaqwa weliba laba jeer uu ku celiyey oo macnaheedu uu yahay alcamalu calى hada الdiin wاlاstiqaamaةu calayhi kama warad diintan in lagu camal falo loogu toosnaado sida diintan ay usoo aroortay isa ilaahay subxaana wa tacaala uu doonayo intaa dabadeed si taqwada iyo camalka iyo cibaadadaasi ay u noqoto mid dhexdeeda addoonku uu ixsaan sameeyey wuxuu ilaahay yidhi ina allaha kaana calaykum raqiiba ogaada ilaahay subxaana wa tacaala waa mid xaalkiinu aanu ka qarsoonayn waa raqiib waa shahiid ilaahay waa mutalic waa mid idin daalacanaya waa mid ilaahay subxaana wa tacaala shaahida oo markhaati ka waxaad samaynaysaan oo dhan marka macnaheedu waa maxay waa cibaado wanaajiya oo dhammaystira allahaad caabudaysaan baa xaalkiina la socda oo arrinkiinu aanu ka qarsoonayn mar kale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi alladii yaraaka xiina taquum waxaa ka horeysa watawakkal cala alcasiizi araxiim tala saaro allah cizada iyo awoodda iyo sharafta badan allah raxiimka ah alladii yaraaka xiina taquum wataqallubaka fi saajidiin allaha ku arka markaad salaada isu taagto ku arka ilaahay subxaana wa tacaala gadgadoonkaaga aad gadgadoomaysa dadkan tukanaya dhexdooda ilaahay uu ku arka markaad rukuucayso markaad sujuudayso markaad ka soo kacayso fadhiga laba sujood u dhexeeya atixiyaadka markaad u fadhido mar walba aragga ilaahay uu ku hayaa kama qarsoonida ilaahay subxaana wa tacaala ilaahayna subxaana wa tacaala uu ku maqlaya waanu ku og yahay macnaheedu waa maxay markaad cibaadaysanayso haddaanad gaadhahayn darajada sare darajaatu lixsaan ka mid a oo inaad cibaadada u gudato sidii oo aad adigu ilaahay arkayso darajada labaad ee ixsaanku yaanay ku dhaafin taasoo ah inaad cibaadada gudato adigoo og oo yaqiinsan oo xusuusan inuu ilaahay subxaana wa tacaala adiga ku arkayo oo rabbi subxaana wa tacaala xaalkaaga uu la socdo daliilka xadiidka ee tusinaya ixsaanka cibaadada dhexdeeda la sameeyey macnihiisa waa jawaabta nebigu calayhi salaatu wasalaam uu bixiyey markuu malaku jibriil weydiiyey mal ixsaan ixsaanku waa maxay wuxuu ihi rasuulku alixsaanu an tacbudu allah waa inaad ilaahay caabuddo oo kaanaka taraawu sidii ood aragtidoo kale aad u caabuddo cibaadadu say noqon lahayd
هذه مركز عبادة كتير تو إلهي عذر كيسو والصورة عدو صلاة ده مركز تكريسو هدو إلهي كوم وغضو سيدادو تكلاهد بلادو ويسوي ديو مركز دعاي سريسو هدي إلهي كوم وقلا دارك إلهي مركز ذكريسو وهكذا مركز صدق الله بحيسو صو عمل كاغا كما دكتين أكمل عمل وأحسنه عمل كود ما يسكترين هو لكن صو كما دكتين مركز سداس وكل إلهي وعابد معنا أحسن في العبادة عبادة نحن إحسان صمي فإن لم تكن هدانا دادوك وهين تراه إلهي ندركته فإنه يراك إلهي ساق أياك وارك وهدان هلك أقاري كري ويدي والله بمقام ولا بدر تشوع دومه أي كوك للدوينهين وبعض العباد يعبدون الله سبحانه وتعالى بمقام المشاهدة الدوماء قاركوت وحي إلهي وعابد سيدو إلهي أركي يا ركلي درجة دينات أولا قارنة وتوصل ريسة تاس وبعض العباد يعبدون الله سبحانه وتعالى بمقام المراقبة دوما إلهينا غاركود إلهي بيعابدانه مقام كمراقبة لنا بيكو عابدان يقوى أم وحصوصا ويقينصا إنه إلهي يقد دالعانه يواركيه لبدا مقام بوا ممدوح داد كود وي أمانيين هبكلا سريان به مقام كصدحاد ومحي وعبادة الله بالغفلة والذي الله سبحانه وتعالى عابده غفلاتك عابده والعياذ بالله وعبادتي مو قالها وادو سمينيسا قلفوف كيدن وچوغا لكن محاكمة غن انت هاد الهي حصوصا تهي نحديدا اي عير امام ترتبع منافقين تا حصوصنا انت الهي حصوصين في العبادة عبادات كيدهيرا مو سمينيين ميدان شرين بايوها وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا صلاة دمرك يكعان وحي صلاة دمرك عيان يدو وهسي وكمغ وهي قلب يقول أن صلاة دون حين وانت على سنة ينون معان سنة حين حيوتك نيان يراؤون الناس تدك يستصيان إسلام لماذا ودابا يستسلمك بصنبا او ايمانا كبرنا بهاين بموتشسنا يا رب رياء ولا يذكرون الله الا قليلا مره دان عباده الاله درادي اهين او انا الله او غدوان اهين وحمشه كبخداي مراقبه الله سبحانه وتعالى اسكداف مشاهده الله مركا وحي توكنيان يقول الله بحصوصنا dad ku saasi ay cibaado u kala duwayeen oo laba qof oo salaada isku dhinac tukaraya oo hadda isku in sameeyay oo isku in akhriyay ay haddana salaadoodu isu tahay kama been samay wal ard samada iyo dhulku seensu yihiin maxaa salaadoodan kala sareysiyay wixii la oranayay iyo wixii la sameeyay isku mid bay ka tahay waxa salaadoodan kala sareysiyay wa حصوصنانتا إلهي حصوصيهين مقام المشاهدة أو المراقب إلهي كعبوديان أيها كلاس الرئيسة هذا الصلاة دي كلاس الرئيسي طيب مركوارنا دي أدمهم حسن التعبد كعبادة ولاقي ورسولك عليه الصلاة والسلام إنه الشيء إلهي نويد سنو وكبل نير سؤال الشيء هذا حول الشيخ لماذا أرسل الله إلهي محوص ودري الرسل رسول الشيء إلهي محوص ودري رسول شيء نبي محمد لو ختمه لو جب جبي، وشهد ده إلهي وصاد دروا محي، لا شك إنه إلهي وشهد ده وصاد دري، وحير الجواب تل الدعوة تبو وصاد دري، يرمى أوجد إلى عبادته، إلى هي عبودي صدق أو يران، ونفي الشرك، هي الشرك جايل لجأ أن فيه لو ديده عنه إلهي سبحانه وتعالى، إنه الشريك ليه هاي إلا ديده. إذا حلو ذاك تيلا هيلو ليه اللي ديده مركبه وتشدده وينين رسول شيء الله سبحانه وتعالى وحوه صادري لحكمة وتشده وتشدده سوى حاكم ذا دلالة الناس على الخير وتحذيرهم من الشر ضدك خير كوددي سينة تصال وضد الشر كان إنه يقد قال وتصد وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم كلايني محمد وكان ليه سيدا كولي ضدك واحد توصي سادو تلمامي ساد كوانون نسا وضد التوصن ضد خيرك واحد كلاه إلهي سبحانه وتعالى وصاد دي رأي
لإقامة الحجة على الخلق خلقك إلى حجتك أوغان ولهذا كان رسول بوصو الدير إلهي كتاب نعلم سودك إلهي ذاتك إلهي هرت يوم القيامة حجة هر إلهي إلهي أنك حمل وما تشيغي عقلك بني آدم كنا تفاصيش خيرك هي تفاصيش الشركة موضة قران كرو وحانا تاو الدليل أرني المشاهدة ومحسوسة أنه أرقنا الله طابن كروا تفاوت عقول الناس واختلافها ذاتك عقل قد سوك للدوية وح كان لصن يا كان لحن وح كان لقروح بضن با كان لفلحن وح كان لطوصن با كان لقلوعن مد ولبنا وقف مير قبع عقل ومو الله ولهذا تفاصيل الخير والشر لا تدرك بمجرد العقل عقلك وقرى لغمقرا كرا العقل قد يعرف أو يعلم حسر بعض الأشياء أشياء ذا قار كود وناك قود وقاري كرا وقد يعرف قبح بعضها أشياء كلنا حمان تودية في الحمد وقرا كرا لكن لما أوران كرا عقلك قفك بني آدم كاي وحك استوى ولاكسن وقرانيا قدر كستوى ولاك قدر كستوى حمانا وقرانيا لما أوران كرا هذا سيدا تاين الرسول لصاد رأيه كتب لصاد تشيئي ديما لتشيئي انت منا والله بعض لكن عقول شايان انت نوقف في الليل ولهذا بقى عقلي قال قد جاي تابع للشرع الشرع قد بص على وهي شرعه ومد حق إلهي كيمي كتشيئي وإلهي سبحانه وتعالى وحول وحول بقرانية بالتفصيل سيكلا دق دقار وفافاصل وقرانية أو خلد آنو كدعي كرين وعلمي نما يستران يحكمة بوراي سفاي وطاي مركا الشرعي هدو شرعي إلهي هاي خلد ما بانوخان كربا هدو وح شرعي إلهي الدين تلاي كميدي خلد وكولا موغضا خلد ما هي هذا خلدا الخطأ من جهتك عقلي قاقا سي خلدا وفكري أما وحنا ذو هاي ستين الدين تي إلى هي هاي إن دين تي إلى هاي أنا هاي وأنا مسلم وياه مسلم ذات سمانتر وضد فرب ضمبا أنتي عقول شو الأولي بغف لديسن جهل وكبو حي أنتي استعمالان الشرع إلى هاي الدرية وعسوا خلط عسوا ظلم تولجوا نكسي هاي وركاسي بدأ يسكو جليان وإلهي سبحانه وتعالى أي الأمر ميان وحان إلهي سبحانه وتعالى إلهي الدين تسوى الدين وحران ووحو الأكسر لذلك بحال لو قد دينية وقصور عقل قد كترام التقصير وحكا هدلين أيام ما نقابني ما دودا إيو أقول يران تودا ما أقول لآن تودا أياك هدلين أيسا ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير ارتياك وابو ريا ديك عقل قد ليه ده هاي شرعي قيلين وخلدي ما نكون ارتياك وسمي الله صمع كيف يمكن إن إلهي وحيري علي هذه أكوابري عقلي كوسمي وخلط نقضه عقلي كوسمي ينصح ونقضه طيب انتان شرعي بلقارين عقلي أياب الديدة يبا ملك إلهي سبحانه وتعالى وحو رسوشه صادره وحكم إذا إقامة الحجة على الخلق خلقه مال انت قيام الثاني أمر من إن حجة لقوه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل والرسل بشارينية عند وناك سميسي وبشارينية والرسل ديقية عند خلط سمينيسة أيه ديقية لماذا يبشرون ولماذا ينذرون محير شقد نوعا سيو قبنية لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل سيانا إدادكو رسول شاينتي لصوت ديري كذب وحجاه أنا إلهي أجهلين ولولا أرسلت إلينا رسولا أنا وأرد وكإلهي سدايري هدي عن رسول الله صدر إلينا وكتب له سودة كل هين حج هلي إلينا وحي كد ودار مالين تقيام حي ورا الله هين إلهي ما رسول الله صدرت رسول شي الله صدر بخلاص مركع حجة دو يكو قنت وحج يوم القيامة هاي استر متشرت مركع على علان ألم يأتيكم رسول منكم رسول إذن كإذن كم يضع وإذن الله ديرة وإذن الله أفا وتفهم إنسان ومن جنسكم وبني آدم وبشرة من الله يدين صدر
خلاص ميه دفري كران هذا دفران حبنه هذا أيام الخاطف رأيه وحافكود وشاقي بينين أيه وحقيقة الشيقية هذا ما وحا أوين الرسول شدد كاي أقوي يريه المحوها أعظم ما دعت إليه الرسل الدعوة دونا يكون بلا بكرين وإله يقول إن العابد إن دتك ويران ويدواصل كي أساس كي الدين وهدو مقيا هاي الدين أنت هذا كلابا من لا أقبل إياه ومعنا لو احترس صار نقول هاي وكيلا سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت أمة كست الرسول بانو كسر الحصار محولها الرسول كاس إلى عابد عبادة إلى هاد كل يرسل طاغوت كان كف قاعد وحكستو عيد كستون الله عين وعباده ضد كقار كود كل الجوان كف قاعد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا رسول كستو هرتان ودري نبي محمد سيدنا ديك كوغو وحيوني سنو حانو وحيوني مد حق لو عابدا ما تشيرو رب العالمين وياني مركا إله عابدا عباده آد كو كليين إسان وحاود أوين أوحن الرسول شددك وقد ديقين أي ددك إنا يكرر يبان وأي وقد ديقان أي كو بلابه ينوحوها شرك وأي الدنب اللي قلوا الدنب أوين وي ولا الدين مع الشرك مالو شركي تشوق الدينين ما ترتو إلهي بأنه محمد كويري ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين وحالو وحيودي وحالو قوة حيودي نبي محمد عديقة يرسوش كاو الرئيس حداد شركي سمايسو عمل كاقول دمي وبرية عمل كإيمان كايا كمل ووحاوه الرئيس شركي وبرية كوة خساري خسارها وين لغا كبن وخسارها آخرة أيانت كمين دغنسة شركي قوينو يهي دنبيق اوين مدن ضدك ان لغا يهدو اللغا ديقو إلاوه كتاب كيسا كشاقا في وصية لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لا ظلم عظيم إنن كيقو إلا يهو شريكيين شركي قو وقردر يحد قدب وين وحودن إلا مور الشيخو إن الرسول شددك إلهي وقوله إلا عابد والشرك إنا لقدتك أيوية ريين وشدد إلهي وصد درينة تاية حيد قولك إلهي وقوله ولقد بعثنا ربهان وانو الدرين في كل أمة أمتك استدعي حيث وحنو كسوا صار رسولا فرين سيده أن يعبدوا الله رسول كاسي أوله أن يعبدوا الله إلهي عابد عباده إلهي كوكوبا أو قارة وجتنب الطاغوت عيد كستول عابدون الله إن سبحانه وتعالى عباده كفوا قادة حق حديث كروح ود لي لبي ولي حديث كوري النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء وإخوة نبي يدوا ولا له وحول عليه الإسلام إسلام لماذا قود أوه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة إن إلهي التوحيد يكلين لكليني لوجوه جان سمو يا داعس لا داعي والبراءة من الشرك وأهل الشرك يا أهل كيرا إن بريلا كان نقض الله جمد ناضه إسلام لماذا نوع عصر الرسول شادمي ويوداجين جميع الرسل مسلمين بيتاكوا هايين دين تودون الدين والإسلام أي تاسيا كواي ودينهم واحد من النبي عليه الصلاة والسلام وولا له دين تودون وامد قرة مركات دين تود والرسول كله مد قرة يا هيد واتي حق أحكامته يا شرائع ده محا حلال محا حرانة محال أقولي هاي محال الدين هي رسول شو يكون كل الدوين هاي وإلهي سبحانه وتعالى وأكيري في كتابه قولك استوحى نوية الله شرعة ومنهاجة يعني شرائعه يوضع يجا وقار وحق أحكامته وحن دين تود وهي مد ككاهيد الرسول شو أردن مدي محوا عذبا وحوا التوحيد ك إن لا آمن لبرتو لا آمنه لقول رقم ضد كر الله غيره شرك جباد اللي ما دي سعقيدا إلا قدكتو شرك وحوي عينه لقرتصي لا يسقي العليم ضد كنا إن لوجد دي قال الله غيره
تاس أي أنبياء أو دمي أي وحويان كم إذا استناين وتادي آيات بالتلمام يسوى لقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت أي كل الرسل الرسول شو دمي دعوا إلى التوحيد وحيو مدي إلهي الدرية أي وقيا رين توحيد ككليين تإلهي أي وقيا رين ركعتها سوى أصل أن يسبدلهين والرسول كسته إلهي والله صوب دري كتاب كسته إلهي وسود دتشينا كوي علي وكتاب ولي بدتك وفري توحيدك كتاب ولي إلهي سود دتشينا دتك شركك وقدك أي وايو وتوحيدك واسل الدين ديننا التوحيد لا ما تيرتو شركك هنا واسل الضلال والباطل باطل إيه حمان ولم بواسل ويح ولا دين مع الشرك مالو شركيا لنا ديني ما تيرتو ولهذا ما دام الرسول شعودمي أي هايين كو إن دين لا يشك باقي وحي الدين تأصل كوها أي دادك وقو يريين وحي الدين تبورين أي ماشي كسارينا دادك ويقو يريين ويقو دقيين إلا بين ويدي سنة التوحيد كي نوقو ويهو شركي كي شركي سنين وينقبت باديو إلا بين سبحانه وتعالى رحمات كي سويدي سنين إلهي رحمة الصمد يتنولك اللبض وإلهي نوفر بركات السماء والأرض بين الله سبحانه وتعالى كبرين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنا بالعباد والبلاد والبهائم من الجوع والعطش والقحط والجفاف ما لا نشكو إلا إليك اللهم اسقنا يا رب العالمين اللهم اسقنا يا كريم ويا رحمن ويا غني ويا قادر اللهم اسقنا الغيث اللهم اسقنا الغيث اللهم اسقنا الغيث صلى الله على نبينا محمد.